يا هلا بك ويانا آية، سعيدين جدا بتواجدك اليوم ويانا. أهلين فيكم، شكرا لاستضافتكم لي وأهلين فيكم. حبيبتي أهلا بك زود. متى اكتشفتي أن التصميم هو جزء منك وكيف كانت البداية؟ ابتديت أني أكتشف أن عندي نوعا ما موهبة في الرسم ونظرة في التصميم قبل ما أروح الجامعة، فلذلك أنا قدمت على جامعات متخصصة في هذا المجال اللي هو مجال التصميم بشكل عام، بس ما كنت عارفة إيش أبغى أسوي. بعدين لما دخلت الجامعة كان في طبعاً سنة تبدي يعني بدائية وتتعرفي فيها على كثير أشياء في مجال الفن والتصميم، ومن بعدها ثاني سنة ركزت على تصميم المنتجات الصناعية، وشوي شوي بديت أني أختص في الأثاث بعد ما تخرجت. ما شاء الله عليك، يعني رغم صغر سنك إلا أنك وايد متميزة، يعني أنا شفت التصاميم تبارك الرحمن. في كل تصميم تواجهت صعوبات، لو ممكن تخبريني كيف واجهتي هالصعوبات؟ هي مو أكثر منها صعبة، أكثر من أنها يبغالها شوية تفكير وتركيز. أنا أشوف إنه يعني مجال التصميم هو يمكن عندنا في الجزيرة العربية يعني إلى حد ما جديد وحديث، لكن موجود في العالم بطريقة خيالية، وفي أشياء جدا جميلة وجدا حلوة وناس سبقونا عليها وناس لسه ما فكروا فيها. فأنا حبيت إني أكون يعني ضايفة شيء جديد له دخل في ثقافتنا في مجال الـ الأثاث والمنتجات المختلفة. فبدلاً من إني أصمم شيء حلو، أصمم ما يكون حلو بس يفيد المجتمع بطريقة. يعني أنت تستوحين التصاميم من الثقافة العربية. أي، وبالذات حتى يعني مو بس من الثقافة، بس من حتى حركاتنا اليومية، أفعالنا اللي نسويها، إن كان جلستنا الأرضية، إن كان صلاتنا، إن كان طريقة التبخير عندنا، إن يعني أشياء ها موجودة عندنا بس أعيد من تصاميمها، لأنه أنا ما حاخترع شيء جديد، كل شيء نوجد وموجود. نعم. بس يكون موجود بطريقة يبالها تحسين، فأركز على هذه الأشياء. تحسين وتفرد يعني. أي بعد أي لا أركز عليك. أركز فيها، أحس أنها حتكون يعني تلائمنا أكثر، يعني إحنا يعني لها دخل فينا. أي صحيح. منو ملهمك في عالم التصميم؟ الناس بشكل عام، يعني أنا أركز ودائما أحس أني أشوف في المجتمع إيش الناس قاعدة تسوي، إيش الناس قاعدة تعاني منه، أو إيش الأشياء الناس اللي تحبها وأركز عليها، لأن أنا ما أصمم حق نفسي، أنا أصمم للمجتمع، فلازم أشوف هم إيش تعليقاتهم وإيش يعني الأشياء اللي هم يحتاجونها عشان أصمم عشانهم، فهم إلهامي الرئيسي. إيه. كيف تتميزين في هالمجال رغم أن المنافسة صارت وايد قوية؟ اختلاط المواد، الماتيريال اللي يقولون، يعني أنا أستخدم خشب مع الجلد، استخدم الخشب الملون مع القصدير والصدف. هالكولكشن الجديد دخلت فيه عظم الجمل، هذه خامه موجوده عندنا في شبه الجزيره من العشرينات، بس ما حد عرف يعيد من ادخالها في اثاثنا الجديد العصري. جلود اللي هي جلود باي كاست، يعني مع ميكست مع جلود طبيعيه، الحديد مع الخشب، البي بي دي، حتى الطرق ال استخدام المادة، يعني إن كان طريقة البرودكشن حقها أو طريقة مثلاً تغيير من لونها، يعني كلها أنا أحس أني أتميز بالمواد اللي أنا أستخدمها في المنتجات. أنا بعد لاحظت أن أنت مستخدم الخشب بكذا لون وألوان ما نشوفها، يعني أي. ما شاء الله عليك صدق. شو المشاريع الأقرب لقلبك؟ تصميم الأثاث والمنتجات، يعني الكوليكشنز اللي أنا أنزلها أو القطع، يعني ممكن أنا مثلاً كل شهر أو مثلاً ممكن كل 6 شهور أنزل آيتم واحد، وممكن أن أنزل كوليكشن. أوكي. بس الأشياء اللي أنزلها هذه مرة تكون قريبة عن قلبي، يعني كل قطعة لها قصتها ولها. بس شو أكثر قطعة؟ ما كل واحدة لها من جد روحيتها، يعني حتى أذكر الوقت، لأنه مو بسهل ترى أنه تطلع من سكتش لتجارب مع الناس لبروتوتايب لما تطلع الآيتم مع الباكجينج وتوصل بيت أحد، يبالها ترى شوية وقت. فأتذكر كل واحدة لها قصتها وفترتها وما أقدر أفضل واحدة عن ثانية. أنا الآن بديت أني أسوي مشاريع تصميم داخلي، أشياء أخرى، بس لسه تصميم الأثاث والمنتجات بالذات هو أقرب شيء لي أنا، يعني شيء أحسه مرة قريب مني.
والفكرة كم تأخذ وياك حتى تطلعين فيها؟ يعني هالشهر شهرين أو أكثر؟ شوفي الأفكار موجودة، هي متى وقت المناسب أنك تنزلي منتج، لأنه في النهاية يعني تحتاجين تنزلينه في وقت يستوعبون الناس. يعني ما 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 أبغى، يعني عادة الأشياء اللي لها دخل مثلا برمضان أو تقاليدنا الرمضانية أو ديانيا، يعني أحب أن أنزلها في وقت رمضان لأن الناس هنا تدور هذه الأشياء. فحسب، بس الأفكار موجودة. عادة تأخذ من يعني من سكتش إلى نهاية القطع تخلص، يعني ممكن تقدري تقولي تقريبا 4 شهور. جميل. يعني ككونسبت ها جديد مرة. بس كقطع مثلا موجودة يبغولها مثلا الناس إعادة تصميم من لون مثلا، تاخذ من 2 إلى 4 أسابيع انه بس كستمايز يعني. نعم. وهل لو ياك مثلا زبون عنده فكرة معينة في باله، ممكن انت يعني تطوريها بطريقتك الخاصة؟ اي اتعامل مع اكثر الناس اللي كذا، هم مصممات، مصممين داخل يعني تصميم داخلي اختصاصهم، يجوني عندهم شيء في بالهم ما هم لاقينه في السوق، فانا ممكن اشتغل معاهم اني اصمم لهم شيء وممكن انفذ لهم يا أزوال يعني. جميل ما شاء الله عليك. ومنو دعمك وحق منو تقولين شكرا اليوم؟ الوالد. الوالد يعني كثر ما هو ما كان مستوعب، لأن يعني هالمجال هو جدا مختلف عن المجال خاصة اللي هو فيه، هو يعني تجارة وصناعة أكثر، وبشكل عام جديد على الـ على الـ على جيل الوالد يعني. نعم. فقد ما هو استصعب انه يستوعب انا وش قاعده اسوي، قد ما هو كان من اول الناس اللي يدعموني، وبالعكس يعني هو اليوم اكبر دعايه لي يعني. ف اكيد يعني الشكر له يعني من الله اول ثم هو. اي الله يخلي لك اياه يا رب. لو تخبرينا اكثر عن اخر تصاميمك. اخر كولكشن نزل هو عباره عن اثاث مع اكسسوارات منزليه للبيت. يتضمن الكولكشن يتكلم عن الهوية بشكل عام، وأنا حبيت أني أتكلم عن هويتي أنا في هذا الكولكشن. أنا سعودية من أصول فلسطينية، فحبيت أني أدمج بين ثقافتين جداً يعني لهم تاريخ مرة كبير بطريقة عصرية وجديدة، بحيث أنه كل أحد لما يشوف القطع يحس أنه هذه تحكي عن قصة. يمكن ما تعرفين وش القصة، بس لأن يكون فيها شغل بطريقة معينة تحسين أن تبغى تعبر عن شيء. فأنا أخذت الفن القط اللي موجود في جنوب السعودية اللي ممكن أوريكم إياه الحين. هو رسم ينعمل يعني مختص بالمرأة، موجود الآن يعني أقدم لوحة قط موجودة في قرية رجال ألمع في عسير، عمرها 800 سنة، والآن مسكوها يونسكو كأول هيريتج سايت يعني في السعودية. لوحة جدا قديمة بس لكنها جدا جميلة. وأخذت هذا الفن ودمجت معه اللي هو كمان الثقافة الفلسطينية اللي تنرسم من المرأة إلى ثوبها التقليدي، يعني هي مخيطة بعد من الحريم الفلسطينيين على ثوبهم التقليدي. أيوة. ودمجت بين الثقافتين لأنا أطلع ب منتجات مختلفة، واستخدمت فيها خامات مختلفة، استخدمت فيها تكنيك جدا قديم اللي هو الحفر والصدف وهذه الأشياء، نفس الوقت الخامات الجديدة اللي هو الخشب الملون، فهذه خامة جدا جديدة يعني على السوق بشكل عام. هو اكشلي هذا بالذات اللي استخدمته الخشب إيطالي، يعني هو يجي ملون من هناك، ما هو مدهون. اوكي. أو شيء هو يعني ملون، هو اصلا ملون يلونونه هناك. لانه هو اصلا لو انا بلونه مع الحف لما تجين تحفين نهايه القطعه يروح اللون، بس هو لا، هو حتى لو تحفينه هو ملون. فهذه خامه جديده حبيت اني انا ادخلها في الكولكشن. جميل. شو خططك المستقبليه؟ والله الخطط القادمه كثير، طبعا في اشياء جديده ان شاء الله بتنزل برمضان، في اشياء جديده بتنزل تابعه للكولكشن هذا، لان الكولكشن هذا نزل جزء منه ففي جزء ثاني، وفي ان شاء الله كمان مشروع تصميم داخلي انا جدا متحمسه لما يعني بينتهون تقريبا بشهر 2، واحد في السعوديه وواحد هنا، ف يعني هذول الحين احنا مشغولين فيهم شوي بس متحمسين عليهم كثير. ما شاء الله عليك، انت رغم سنك الا انك اذهلتيني، عسى الله يوفقك. شكرا يا رب. تسلمين. شكرا. احنا جدا سعدنا بتواجدك ويانا. وانا اكثر. شكرا. شكرا لك.